شرطي يقتل مراهقا حاول طعنه بالسكين. وقد تعرض شرطي دوريات الطرق العامة لجراح بالغة على أثر الهجوم العدواني، حيث كانت الدورية تلبي نداء بشأن حادث السيرين بالقرب من ويلو غريك. يفيد الشرطي أنه مد يد العون للمراهق البالغ 17 عاما العالق تحت السيارة، وعلى حين غرة سحب الفتى سكينا وهاجم الشرطي مخلفا جروحا في يده ووجهه. فأطلق الشرطي عدة عيرة نارية وركض إلى السيارة طالبا الدعم. كان الفتى عاريا ويتصرف بجنون، فقام الشرطي بمساعدة أحد المرة بصعقه وتكبيله. حاول الإسعاف إنعاش الفتى لكن عبثا قد توفي، وتحفظت المباحث على إعطاء اسم الفتى والشرطي الذي نقل إلى مستشفى لكي يتعافى.